أهلا وسهلا صديقاتي الأصدقاء، وأتمنى أن تأتينا إشارة كالعادة في انتظار حضوركم الكريم. شكرا دلو، تحياتي أيها الأحبة أيتها الصديقات أيها الأصدقاء. الحديث اليوم أعتقد تتوقعونه سنترق به لمسألة التظاهرات، لكن بطريقة أخرى. إحنا مو مثل الصدريين. صدري عندما يشوف واحد ينطي رأي بالسيد ماله أو بالشيخ ماله أو بيهم ككتلة ذيلية رهيبة، ما يفكر مثلا يروح يقرأ يكتب يرد عليك بصفحته، هذا الحكي ماكو. شي يسوي؟ يروح لو يسبك لو يكتلك، لو يفكر شلون يكتلونك لو شلون يشوهون سمعتك ويفشلون عليك. لذلك حدث هذا عليهم هاي المرة، هاي مصيبة أحد مصائبهم. وعدهم شغلتين، هو أولا ما يهتم الروح ذات حينه أبدا، وهاي طبعا قلة شجاعة وقلة رجولة. لكنك إذا حكيت على سيدة وقلنا أنت شلون تعرف العبد، احكي على سيدة فإذا ثار عليك فهو عبد يعني. لكن هم يندر أن تجد بصفحاتهم اللي هم يدعون إيش قد مكومة جابين 73 اللي وصفتهم قد ربع الحسين ربع الحسين 72، بس ما أدري إذا يزيدون إيش راح تحط لهم، بس تقول جو جماعة من يزيد طبقوا وياه أو إذا نقصوا شلون راح تقول والله زهير بن القين ما كان أكو. المشكلة هي هاي، هم لا يثارون إذا أنت تثينهم شخصيا، هم يثارونك لا يعرفون يقرون لا يعرفون يكتبون، يعني عايشين حياة بالضبط بزونتي عايشة أحسن منهم. أم عندها شوية تغييرات، صاروا جماعة يعني. من تحكي على الصدريين بشكل عام هو يثور، هو ما له غرض يعني تدبغ ولا يروح الصفحة يريد عليك كما نفعل نحن وكما يفعل ربعنا. ربعنا ما يروحون الصفحات العالم يسبوهم ابدا. اتحدى واحد يقول لي تشرين راح عليهم، لا هم يجون عليه بيضطر يسبهم، طبعا طبيعي واعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليكم، يعني مو انتم هيك هذا الدين. هاي مقدما جاء اقولها، لذلك انا رديت على هذه الظاهره بشكل اكثر. بس قبل هذا طبعا انا ممتن وشاكر جدا وسعيد جدا لمتابعتكم وتعليقاتكم على المحطات اللي من الذاكرة وإعجابكم واهتمامكم بحميدة، هذه الشخصية الواقعية الحقيقة، وكل ما كتبه واقعي. وطيت ملاحظة، أنا قلت عادة أغير مكان أسماء اللي تعرفون من أسبابها، يعني هاي لا يخفي على من يعرف بأبسط قواعد الكتابة الأدبية انه انت لازم تراعي خصوصيه الناس الا تاخذ موافقتهم. وانا ما ادري اهل العدل يا الميت منه، مساله جدا قديمه هذه اللي جاي اتحدث عنها. على كل حال احنا مستمرين، وهي هاي بالمناسبه اذا ما قلت شيء عنها نسيت بالملاحظات احب اقولها للمتابعين اذا هم صدفه اذا يسمعون، انه هاي مستله من فصل من كتابي اللي هو كلش قيد اللمسات النهائيه جدا يعني خلصان، وراح تظل هي هاي الحكاية اللي يفهمها يوصل بها بالكتاب كله لازم. لأمل أن يكون بين يديكم وأمل أن ينال رضاكم كما نالت رضاكم مذكراتنا المتواضعة والبسيطة، والتي أنا مرات تستحي أقول أنا ليش ضاغط على الناس، بس يعني شو المحبة تجبرك على أنه تخضع لمن يحبك. أنا بآخر منشور وهذا صلب الحديث دعوني أذكركم، هاي الصورة هذه نشرتها بعد أن طلع أبو تراب فشر على مقتدى الصدر وليته يشعر شلون من جماعته يفشرون على الناس، لأن الحقيقة هذا أبو تراب شدوا عنه خبل ما خبل، مو هاي المهمة. مهم انه ايضا طعن بام مقتدى، وهذه الحقارة التي نرفضها. يا
يعني ما تدرون هل يطالبون يزيد من قبل بيوم اي كائن من البشر يعني مهما كان عيب وخزي. فخلنا نقرا. عندما استشهد صفاء بن ثنوى السراي استقبلته ملائكه الرحمن يتقدمهم رضوان عليه السلام هم لازم نقول، فتح للشهيد باب الجنه وقال له لم يبغضك الا منافق او ابن زنا او ابن حي. شنو كان الهدف؟ ليش خليتها كتاب ومنتجتها بكتاب تراثي؟ لان هذه منسوبه لمحمد النبي اخذها وهي مستقى منها كلها، بس تغير اسم ابن ثنوى ذاك ابن طالب ابن ابي طالب. هاي المشكله مال طعن الامهات ويكون قالها محمد انا مو شغلتي انفي واحقق بالتراث هذه قيلت او لم تقل لكنها ظاهره، لكن انا اقول هي معناها دقل يا علي ترى كل من يكرهك يعني ابن قحبه او في يابا خلنا نسويها فصحى ابن عاهره. هذا اللي على خلق عظيم، هاي اترك السؤال لكم لا انفي ولا اقول، هذا اللي على خلق عظيم يقول لها الكل من ما يحبك ابن عاهرة لو مش عليها. شلون يعني؟ شلون يعني؟ هاي الثقافة الدينية الباعثة، الثقافة الدينية السلسلوغية، الثقافة الدينية الساقطة والهابطة اجتماعيا والتي لا تفكر إلا بما تحت السرة العقل ولا لهم علاقة به. هو يروح يعلمك شلون تخرط من تبول بس ما يعلمك شلون تعبي عقلك فكرا وتساؤلا. لا يجيك يقول لك بالقرآن هيك يقول ويعقلون، إيه هاي القرآن دي يقول هذا الكتالوج، بس الفيترش دي يطبق الكتالوج اللي هم الفقهاء مشلبين بس بصالة نصح، ما حد يقول لك إذا عطل وين شعلي شو تسوي له بس لا نصح هذا دقة ومدقوقة هم هاي الفقهاء. هذه لم نسمعها من البعثيين ولم نسمعها من الشيوعيين ولم نسمعها من أي الفئات، وحتى من كانوا حزب الدعوة لهم حضور ما سمعناها منهم. هاي مسألة تعلم. ترى طلعوا صدام حسين قالوا جد الحسين وكتب عبد الحسين الحلفي إذا صدام يصدق جد الحسين أزور حسين فهمي وما أزوره تذكرونه. ووقف عز الدوري قال أنت سيف الله المسلول بس ما قل لي يكرهك ابن زنا ابن عاهرة ما قل. ولم نسمع قالوا عن واحد إنه عارض صدام ابن عاهرة. والقبلهم 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 من أتى بهذه الثقافة؟ مقتدى صدريين. هل ابوه كان هم هيك يقول؟ ما ادري يعني هذا لا انفي ايضا ولا اجيب كما ينسب للنبي، لكن انا دا اشوفه لان في اليوم اكو فيلم موجود قالوا له وسنونهم طايحه وحلوكم خايسه قالوا له ما يبغضك الا ابن زنا وهو ضحك وخرب ضحك وابتسم وامتلا وجهه نورا يعني راضي. هاي موجوده الرضا يعني النبي قال له هاي شلون بالله انا راح اروح اخلصك منها اقتلها سكت معناها راوي. ويقولون يعني من جابوها هسه هو قام يكتب انا غير معصوم وقام يكتب عني انت غير معصوم يعني معناها هذيك اللي قالت عنه معصوم اذا هاي كذب فلذلك لازم تكملها ولازم تردها. لذلك احنا شمأزت نفوسنا شفت واحد ثائر طبل لهذا ابو تراب من طعن امك؟ خلونا نحكي شويه شويه طعن عرض امك مباشره وسماها يعني اسم اللي يريده بالعكس خسر تعاطف الناس كما خسرت انت تعاطف الناس معك لان ترى انت ما عندك جماهير غير ربعك. لذلك دا تحاول تشذب وتتلوت وتبيع هيجي تريد تكسبنا ما تكسبنا بعد
لأنك أنت الآن أمامك ذولي اللي حتى سبوا أبوه، مو وسبوا الصدر وش تطلع تقول سبوا أبوه وسبوا الله، يا ذولي مو طعنوك بالعرض وقالوا ليش ما لبست ربعك حفاضات زرق ووديتهم عليهم؟ ليش ما وديتهم تقرا سدانهم او جردانهم؟ مو هم حرقه وهم هذا لازم. طبعا هذا السؤال يوجه للمرجع، وانها يجب ملاحقه ومحاسبه هذه المخالفه للشرع والممتلكات العامه وتعطيل اشغال الناس. شو ذولا لا؟ وصلت بعرضك الطعن، ذولك ما حط عينك بعرضك، فاذا انت مدفوع، لانك لو صدق هيك على الاقل على مود امك تطلع تعذبهم. انا لا احرر، تعرفوا ليش لا احرر؟ لان مستحيل يسويها، هذول بياناتهم مشترك هو نفط المهدي، فكل من يقول راح تصير حرب اهليه وشيعيه شيعيه كذب كذب، مستحيل تصير الا اذا يرجع نفط المهدي للشعب يقولون لا. لانه تعرف ليش؟ لان هم هذول اكثر الناس فقرا، سواء المقتدى او المالكي او العامري، ترى واحدهم الباس ما كان يدبر يشتري زايد، هاي الحقيقه. الان تدرون شلون عايشين؟ تعرفون عدد الجواري والقصور وين يسهرون وين يقعدون؟ ما عندهم استعداد يعودون. اذا شفتوا اتفقوا على داعش، لان داعش احتمال تاخذ النفط منهم، واللي هي لعبه ايرانيه بالاساس كذب طبعا، لكن هي هاي. فلذلك الشيطان ما يخرب هالشيء، والهر ما يخرب من مطبخ، هاي كلها شوف شرع. اذا شفت الزمايل في اليوم صارت بيناتهم حرب اهليه، راح تشوفون تصير بين الشيعه والشيعه سياسيا اقصد. فلذلك هو مو تحريض، لكن نقول له انت من زرعت الاخلاق سزيه جماعتك بالعراق وجوراها متعلمه منهم اهل الحشد الشعبي اللي اساس مقدمين مهمه، احنا الحين بينا حربك هم حصل الصف هم تحت الحزام. كل الحكي صار هنا. فهذا الذي غلط على امك كان يجب ان يذكرك باتهامك للناس جوكريه وابناء سفارات ولوطيه والى اخره. وها نحن نرى للمره الثالثه اللي عنده سلاح وقوي يهينك وتسكت. ذاتي على الفقراء، شغلكم تلقوا لكم واحد ما حد تروحون زين راسه، لو تقتلونه لو ذبونه بالشاطئ يلا بتروح على شا. وينهم؟ وينهم؟ هل شعارات انسانيه وطنيه مثل شعارات تشرين؟ هل خلقهم مثل خلق تشرين؟ هل وعيهم مثل وعي هل تشرين؟ هل حبهم للوطن مثل حب تشرين؟ هل حبهم لله مثل حبهم تشرين؟ هل حبهم لعلي نفسه زين مثل حب ذولا؟ تعرف حالتهم؟ يجون كروه ما عندهم، هؤلاء دا يروحون ودا يطلعون، هذا كل واحد صفط بعد ما واصل مثلك بس راح يوصلون. انت لم تدن، نحن ندين. وروح شوف، وروح شوف كل صفحات الثوار شلون احتقروا ابو تراب، ولو هم مثل تفكيركم وتفكير ربعك لها فرصه مثل ما اذيتنا وقتلتنا خليها تشيل على امك. وطبعا شتم ابوك ايضا وسماه مجرم وقال اطلع جرائمه، وعدا امك قال انا كلمه حقيره لا نرفضها. لا لا لا، امراه عراقيه ترى، مو اكثر، مو عبالك كمية لانها امك، لان امراه عراقيه وانت متوفات يعني. تحملت هذا الطعن على مود تبقى عايش بنفط المهدي. لم يعرف عنكم انتم مسامحين، ولم يعرف عنكم انكم كرماء. هذا جيكم الجديد مال الصدرين، انا سمعت على القديم اللي ما ادري به، لا تجيبوا لي محمد الصدر، ما اعرف به ذاك الرجال. انا علي بالالي الان. من يعرف عنكم تحبون العراقيين؟ ومن يعرف عنكم تتحملون؟ كم واحد زين شعره وانكتل
وأذيته وهضمته لأنه ما حكى على أمك، نقد سياستك. هو صارتهم اطلعت على باسم خشان وتالي اللي صمته على شنو باه لا صاب عرضك ولا أمك ولا أبوك، قال هذا نفاق سياسي صحيح. هذا ليش تطلعون تلوصون شاوين هوساتكم على أبو تراب؟ إذا نعرف من وراء أبو تراب. إذا أبو تراب وراء اللي بيدهم نفط المهدي. وأنت كل شيء لا هاي تفتح أربع ويلات. إنها فرصة للصدريين. ولا أعتقد هم عندهم استعداد يقطعون فراس. أن يتعلمون. أن يتعلم. هذا الذي تسمعونه من أبو تراب. كل الوياه يشحشون على محمد الصدر وعلى زوجته كلهم حتى المالك. هذا بوق. احنا ما نقولها حتى بيننا وبين نفسنا لانه اخلاقنا لانه تربيتنا. هذا ثقافة الطعن بالام اللي اسس النبي كما تقولون هي هاي سبب كل الخراب الاخلاقي والعقلي الذي يلحقكم. وهاي طبعا كشفت كلاوات المراجع والمحاسبات القانونية والمخالفة للشرع. زين هذا محمد الصدر مو مرجع مو عمامة شيعية، شو يطلع الواحد ما يسوى لنعال اخذ يحكي على الشيعة واحنا لازم نتتلك ولازم بدنا نسوي زوج، هذا مو عمامة لو ما بيعترف بي. انا ادري هم بيعترفون بي ومقتدى يدري. ترى هذا خبل، هذا سمحهم الشيء شنو طلع حجه حتى نقولكم شنو اخلاقكم. ماكو فروسيه لا عندكم ولا عندهم، ما عندكم فروسيه لان قتلتوا الشباب اللي ما بيدهم قصبه وتطلع تقول تشرينيين المسالمين. وين اكو تشريني مو مسالم؟ يا اللي عنده بندقيه، يا اللي عنده كاتم صوت، هيك مسلحين وانتم على اسباع الدنيا تقتلون منهم الف وما يقتلون منكم. انا اعتقد سبب حفاظك على هذا الاصوات ذلك وقلت لك بيدك دومنا هاي ما تعرف صرفها، لكنه من الافضل ان تراجع الجانب الاخلاقي اللي زرعته بالعراق. بزمن صدام ما كانت هيك امهات يتفشر عليها، ولا من زمن الدولة الأموية، ولا من سبوا علي كما يقال وأكذب ذلك سبوا أمه وزوجته. لا أخلاق عرب، لا أخلاق كفرة كما تسمونهم، لا أخلاق غربيين، لا بالأكراد موجودة، لا بالمسيحيين موجودة، لا بالصابئة موجودة، لا بكيالات حول العزاء. بس عندكم أسهل ما شيء عندكم تجون الواحد قال له أمك عرضك أنت بالزنا لأن محمد قال لكم إياها. هاي المسألة يعني كل هذا الحكي والتظاهرة ترى كله كذب، كلها كذب بكذب بكذب. والتزوير نعم، هم ليش يقولون أكو تزوير؟ عندهم استعداد حلو العباس كان يزورون، هم مقتدى كانوا يزورون. المرة يقول لك مقتدى ضربنا بوري بس هو اكتفى بها زوره، احنا ما زورنا. ترى هذا اللي يقولوا بعدين اكو شغلات كبيرة وكذب وما يهتم لهذا السقوط الاخلاقي. انا شغلتني عن الدراسة الحوزوية لهم وشغل بهم الوطن. شنو انت جاي تجبن جص للوطن؟ لو جاي تبني سكله، لو جاي تحمل طابوق، لو جاي تسوق تريله، شو مسوي الوطن؟ الوطن شو العلاقه؟ الوطن عاده من معطاه ما ياخذ، لا يريدك ولا يريد منك. انت ما دبرت تدرس مثل ما الابتدائيه حتى هاي هم يحملها الوطن مني. هاي عيب تنقال، عيب تنقال. وإذا ظلوا تعيشون على هذا الكذب مو هذا راح ينتقل لربعك، وراح يكذبون على نسوانهم ويكذبون على اولادهم ويكذبون على امهاتهم ويكذبون بالدائره ويكذبون ويكذبون ويكذبون. يعني قالوا باحثوهم بس مو هالثقه.
فلهذا أنا ملخص حديثي أقول إنه يا ثوار تشرين حتى لا تعيرونهم اهتمام ذولا ولا تقارنوهم بيكم لأن كفر تبقون دراتكم إذا جينات أسواح ما يهم ذولا طالعين متظاهرين على الأصوات. والله شلون تجي تقارن بيك واحنا وين تشرين واحنا تشنو سويتوا هاي انت منه وانا الخميني الكافي كافي لا تكبروا رؤوسهم خلوهم بيتوا كانوا ينبحون. وهذه نقطة مهمة ايش قد طلعوا صدرين تظاهرات الشعب ما لي علاقة بيها متفرج ايش قد طلعوا ذولا متظاهرات الشعب متفرج لكن بثورة تشرين خل بس يطلعوا لذن كانت تجيب جذرها كل شيء ما عندها وتقعد تطبخ لهم وذيك اللي يدير لحد مزن البطانيتين تروح الطب للحبوب تسلمهن يحصل عندكم هذا؟ يحصل عندكم هذا؟ شوف الشذب ينفعك يخليك تبوق نفط ويخليك تصير عندك فلوس والفشار قد يخليك ما ادري ايش يسوي مسوي لكن ما يخلي احد يحبك وانتم يبدو غسلت وجوهكم وما يبولكم ما تردوا المحبة قادة وقاعدة من كل الأطراف وطبعا كلكم ملايين الإيران وهسه إيران بس تصيح بيكم استنشبون جميعا وكل الخوف الذي دايمنا حكلته لو تدري ولا تطار التشرين إيران ليش ما تفوت على دول لعت بس حتى أبو حناية هم من جوداسة وعلى حنايته هم حشي هم هد تحتاج إلى شجاعة من نوع آخر مو يعلمك عليها مهد دوري في قشمرك ودولة ربع الحسين وإسرائيل ما خلت تبني مدينة الثورة تحتاج شجاعة من نوع آخر تقعد قبال نفسك كل ما سويت ترى بيعتك للشعب انتقامها ما يجي نقد كاش يجي اقساط شوية شوية وتبدأ بإسقاط الحيبة وسرق الحيبة فالسبع من يعتذر ويعترف يقول كافي بعد إن أي شتم لأم عراقية هو شتم أمي وليس من يكرهني ابن زنا هذا كلام مو علي قال ولا هيجي ربعي يزعلون يقول لا تعلمه أدري وهكذا انتبهوا هي هاي شوف الجيل الأول مع الحزب الدعوة محمد باقر صدر ينجرع اجى الجيل الثاني اللي هو المالكي وربعة شوية نزلت هسا الجيل الثالث راح يطلع بدت بالأمهات نفس هناك محمد الصدر الجيل الأول تسمع عنه لا يعني حقيقة الأمور مختلفة جدا رجل قاعد علقاع زاهد سالم مو زفير لا ولا أتبع عشانه هل خبوخوف من صدام ما أدري بس ما كانت اجى الجيل الثاني مال المقتدي هسه جاي علي مؤمل احنا مصطفى وشوفوا شو يصير وانا اقول لكم شوفوا شو يصير طبعا راح مثل ما نقول والله وين الصدر المقتدي وين راح نقول وين ذولا وين المقتدي وين وهي حتى شملت صدام حزب البعث اول ما طلع احمد حسن البكر وغيره وغيره عم الدنيا كانت بخير ثم اجى جيل صدام ثم طلع جيل حسين كامل وعدي وقصي شوف صار وهي مو الي وارجع اكرها لابن خلدون هاي النظرية يعني ما شذت عنها أي سلطة أو سلطان أو قوة أنا أعتقد الذي ظهر ووصلت للمطاعن بالأمهات هذه ثقافة شيعية سياسية بامتياز أسس لها مقتدى صدر بشكل خاص وأتباعه لذلك تجدهم براميل أو دنابق فارغة طب صفحاتهم كل شيء ما تلقيه ما يعرف يكتب يرد عليك صفحتك احنا نصير علينا اشياء نقعد نسوي حديث نرد مقالة لا نروح على واحد نقول له أمك أختك ولا نروح نكتله ولا يجب تفكيرنا ولا تفكير الثوار هؤلاء الثوار فأنتم صنف عار إذا بقيتوا على هذه الشاكلة ولا ترجموا شتموا قولوا
ما عندكم غير هاي، هذا كله عندكم والتهديد ما تقول. واخوات راح تبنون الوطن، وين راح تبنون الوطن؟ مثل انسان عايش بيه الجنه راح يسوونه بعد اضبط وعظم. فك الصالون صح، روحوا اكو كابريتار، اكو ديلكو، اكو راديتار، اكو سيباي اللي فوق، اكو شرير، شعب صح. نحل على طاهر بيكم، مع السلامه.